جوي على حلب وحماة وإدلب، وواشنطن تتهم بالإسم ضباطا سوريين بالضلوع في هجمات ضد أهداف مدنية وتعذيب معارضين. استمرار الاشتباكات الشرقية الموصل وطائرات التحالف تقصف مواقع لتنظيم الدولة في تل عفر. محكمة النقض المصرية تلغي حكم المؤبد بحق مرسي و22 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. أهلا بكم إلى هذه النشرة، ونبدأها من التطورات في سوريا، حيث لقي 9 مدنيين مصرعهم وجرح آخرون جراء إلقاء مروحية النظام برميلين متفجرين على حي المعادي شرقي مدينة حلب، ليرتفع بذلك عدد القتلى في الساعات 24 الماضية إلى 39. وقد ألقت مروحيات النظام أيضا براميل متفجرة على حي المواصلات في حلب، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في أحد المباني. كما استهدفت مقاتلات النظام السوري الحربية بغارات جوية حي الصخور، ما أسفر عن دمار في الممتلكات، فيما شنت الطائرات الروسية غارات على الأحياء السكنية في مدينة عندان وبلدة معرة الأرتيق بريف حلب دون ورود تفاصيل عن الخسائر. وفي التطورات الميدانية أيضا، شنت الطائرات الروسية غارات استهدفت مدينة اللطامنة بريف حماة، راح ضحيتها 7 أشخاص في حصيلة أولية. وأضافت مصادر محلية أن الغارات تسببت بدمار كبير في المباني السكنية والمرافق العامة في المدينة، والتي تشهد قصفا جويا ومدفعيا بشكل يومي، ما أجبر الآلاف من سكانها على النزوح. في حين قصف طائرات النظام السوري مدينتي طيبة الإمام ومورك في ريف حماة، ما أدى إلى دمار كبير في الممتلكات، كما قتل عدد من المدنيين وجرح آخرون في قصف لطائرات النظام على مدينتي بنش وسراقب في ريف إدلب. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي. إذن بهاء، لو تطلعنا على تفاصيل الوضع في حلب في الساعات الأخيرة الماضية. أهلا بك. القصف على حلب لن يتوقف بعد، الإبادة ما زالت مستمرة، عشرات الطائرات الحربية الروسية والمروحية السورية تحلق فوق سماء حلب وتقصف الأحياء السكنية. حتى الآن قصفت عدة أحياء، منها الميسر والجازماتي وطريق الباب ومساكن هنان والصاخور، وأيضا الأنصاري وصلاح الدين والمشهد والشيخ سعيد وأيضا المرجى. هناك عالقون تحت الأنقاض في عدة أحياء، هناك أيضا شهداء وجرحى في عدة أحياء. إلى الآن لم تصدر أي حصيلة دقيقة عن أعداد الشهداء، فهناك العديد ما زالوا تحت الركام، الدفاع المدني يحاول انتشالهم. المشهد مأساوي جدا في حلب، المشهد المؤلم ما زال مستمر. أيضا في ريف حلب كذلك الأمر، هناك قصف على عدة بلدات وعدة مدن، منها معارة الأرطيق وعندان وكفر حمراء وحريتان وأيضا أورم الكبرى وكفر نحا. أشكرك جزيل الشكر الناشط الإعلامي بهاء الحلبي، كنت معنا من حلب. ونبقى في سوريا، حيث اتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور بالإسم ضباطا سوريين بالضلوع في القيام بعمليات ضد أهداف مدنية وتعذيب معارضين. وسمت السفيرة الأمريكية اللواء أديب سلامة والعميد عدنان عبود حلوة واللواء جودة مواس والعقيد سهيل الحسن، بالإضافة إلى اللواء طاهر حامد خليل. وأكدت باور أن هؤلاء الأشخاص لن يفلتوا من العقاب. أريد أن أكشف النقاب اليوم عن أسماء بعض المسؤولين عن مقتل وجرح المدنيين منذ 2011 من خلال قيامهم بقصف جوي وأرضي للمناطق السكنية. الولايات المتحدة لن تسمح لمن أعطى الأوامر للقيام بهذه الأعمال من الاختباء تحت عباءة نظام الأسد. وفي هذه الأثناء قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين
إن عمليات إيصال المساعدات جوا إلى المحاصرين داخل سوريا ستستأنف اليوم. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا، اتهم أوبراين قوات النظام السوري بأنها تضع العراقيل أمام إيصال المساعدات وإغاثة المدنيين، كما وصف الوضع في أهل حلب بأنه مروع، وأضاف أن مليون شخص يعيشون تحت الحصار داخل سوريا. إلى تطورات معركة الموصل، حيث قالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية تتحرك لاستعادة السيطرة على حي الزهور المكتظ بالسكان شرقي الموصل، إلا أنها تواجه مقاومة شرسة من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. يأتي ذلك بينما قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في قصف لطائرات التحالف الدولي على تل عفر غرب الموصل. هذا وقد أعلن الحشد الشعبي عن بدء المرحلة 4 من عملياته العسكرية في المحور الغربي للموصل بهدف تطويق مدينة تل عفر بالكامل تمهيدا لاستعادتها. بعد إعلان سيطرتها على مطار تل عفر العسكري، تعلن قوات الحشد الشعبي عن مرحلة جديدة يتسلق الحشد رمال مناطقه المحررة صعودا إلى الشمال الغربي من الموصل باتجاه جبل سنجار صاحب أكبر ماساة مروعة بحق الإيزيديين إبان سيطرة ما يعرف بتنظيم الدولة على بلدة تحمل الاسم ذاته. نحن الآن المرحلة الثالثة انتهينا من عدها، وهي مرحلة تحرير مطار تل عفر، وإن شاء الله في الأيام المقبلة التقدم مستمر بالنسبة لمدينة تل عفر وطرق امداد اللي تؤدي من سوريا إلى تل عفر وإلى الموصل. وعلى الجبهة ذاتها تتحدث الدفاع العراقي عن تدمير الطيران الحربي مركزا قياديا للتنظيم داخل قضاء تل عفر. صور وكالة أعماق تابعة للتنظيم من تلك المناطق تكشف عن سيادة للقوات العراقية جوا وسخونة على الأرض. حال الشرق لا يختلف كثيرا سوى أن القوات العراقية الخاصة تخوض حرب شوارع شعواء، وهي تتطلع إلى توسيع مناطق سيطرتها من حي لآخر. الدروع البشرية التي وضعها التنظيم تبطئ من التقدم أكثر من عجلاته الملغمة وانتحاريه أو قناصيه. الشمال يسير وئيدا، يستثمر الجيش العراقي نجاحاته يتجول في قرى عاشت معارك شرسة. تستعيد هذه القوات أنفاسها بانتظار جولة قد تكون أشد ضراوة. ومع كل إعلان لاستعادة مناطق تتعرض السلطات العراقية لانتقادات حقوقية، اتهامات لفصائل في الحشد الشعبي وأخرى للحشد العشائري كل بإطاره الطائفي. تنفي الحكومة وتعلن استعدادها للتحقيق في ذلك في وقت تقفز فيه أعداد النازحين إلى أكثر من 68,000، وحديث أممي عن أزمة إنسانية في القادم من الأيام. لمتابعة باقي التفاصيل معنا من محور الخازر شرقي الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذا شفيق، ما حدة المعارك التي تخوضها الآن القوات العراقية في الأحياء الشرقية للموصل، وكيف تواجه أيضا الهجمات المباغثة التي يشنها تنظيم الدولة عبر الانتحاريين؟ نعم سارة، قبل الخوض في غمار المعركة في الجانب الشرقي أو المحور الشرقي العسكري، أود يعني الإخبار عن أن طيران الجيش العراقي، وهي آخر المعلومات التي وردتنا قبل قليل، تفيد بأن طيران الجيش العراقي قد نفذ عملية يعني ضربات جوية بالقرب من المحور الغربي وتحديدا في وادي عقاب، وهي منطقة صناعية تابعة للحدود الإدارية لمدينة الموصل من الجهة الغربية. ضربت القوات الجوية معملين لتفخيخ السيارات، مما ولد انفجار ضخم أو انفجارين ضخمين في تلك المنطقة الصناعية القريبة من الأحياء السكنية لمدينة الموصل من الجهة الغربية، كما يعني أبلغنا قادة في طيران الجيش العراقي عن استهدافهم لثلاث ضربات جوية في 3 محاور، الغربي والجنوبي والشرقي، وهي عبارة عن ما وصف بالصيد الثمين بالنسبة لقادة طيران الجيش، وهو مجموعة أرتال يعني أرتال تابعة لما يعرف بعناصر تنظيم الدولة بحسب القادة
فتم قتل أكثر من 100 عنصر مما يعرف بالتنظيم الدولة في هذه الضربات التي شنها طيران الجيش العراقي. أما هذا المحور الشرقي فقد احتدت المعارك منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم بعد أن استعاد ما يعرف بتنظيم الدولة عافيته في الأحياء الشرقية خاصة حي عدن، فقد استهدف جهاز مكافحة الإرهاب بعدد من السيارات المفخخة وهنالك مقاومة شرسة وعنيفة بين الطرفين، يعني حالة دون تقدم القطعة العسكرية لجهاز مكافحة الإرهاب في تلك المناطق والأحياء الشرقية المكتظة بالسكان. عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة يستغلون المدنيين كدروع بشرية ويحاولون استهداف أكبر قدر ممكن، والنقاط الضعيفة في جهاز مكافحة الإرهاب عن طريق لأنهم يعني لديهم هدفين، الهدف الأول هم هو حماية المدنيين المتواجدين من حولهم ومن ثم الهجوم أو التقدم البطيء الذي يحرزه هذا الجهاز الضارب. من محور الخازر شرقي الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار، أشكرك جزيل الشكر. ونبقى في العراق حيث أكد أثيل النجيفي قائد ما يعرف بحرس نينوى والمحافظ السابق لمحافظة نينوى أن معركة الموصل لا تسير بالسرعة التي كان مخططا لها، ذلك بسبب الصعوبات التي تواجهها القوات الأمنية. وقال النجيفي في مقابلة مع التلفزيون العربي ستبث اليوم ضمن برنامج حديث خاص على الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، قال إن تفاعل أهالي الموصل مع القوات الأمنية إذا ما تم فإنه سيسهل كثيرا من المهمة العسكرية. أنا قلت بأن تحرير الموصل يمكن أن يكون من الداخل في حالة تشجيع أهالي الموصل على الانتفاض ضد داعش، لا زالت لحد الآن هذا التنسيق غير موجود بين القوات العسكرية وأهالي الموصل، لا يوجد تفعيل للخلايا الموجودة في داخل مدينة الموصل. يعني مع الأسف أقول كان هذا سيسرع في هذه العملية ويعجل فيها ويسهل أيضا يعني التضحيات أو يقلل من التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية من الجيش ومكافحة الإرهاب أثناء تقدم في مدينة الموصل. مع الأسف أن هذه الخطة يبدو أن لم يتم اعتمادها لحد الآن من القيادة العسكرية. قضت أعلى محكمة للطعون في مصر بإلغاء حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس. وألغت المحكمة أيضا أحكاما صادرة في حق 22 سجينا في القضية نفسها، من بينها 3 أحكام بالإعدام بحق نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرة الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطية. ويتيح هذا القرار إعادة المحاكمة في القضية أمام محكمة النقض. استشهد فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات الأمن أطلقت النار باتجاه شخص بينما كان يحمل سكينا ويلوح بها في اتجاه أحد الجنود، فيما أكدت مصادر فلسطينية استشهاد الفلسطيني محمد خليل برصاص الاحتلال وهو من قرية بيت وزن قرب نابلس. تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملة. إذن يارا، بداية، هل من تفاصيل أكثر حول عملية استشهاد الشاب الفلسطيني وهل سلم جثمانه إلى ذويه أو إلى السلطات الفلسطينية؟ في الواقع سارة كما أشرت، يعني بيان الشرطة الإسرائيلية زعم أن الشهيد دخل إلى المسلك المخصص للمركبات عند حاجز قلنديا وليس إلى المسلك المخصص للمشاة، محاولا تنفيذ عملية طعن ضد أحد الحراس الموجودين هناك. وقد باشر جندي إسرائيلي كان متواجدا في البرج العسكري المقام هناك بإطلاق رصاصة مباشرة في الصدر ما أدى إلى استشهاده. للتصحيح
سار الشهيد هو جهاد خليل ويبلغ من العمر 40 عاما من قرية بيت وزن قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقد ترك ينزف لأكثر من ساعة وهو ملقى على الأرض، وقد منعت قوات الجيش الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاقتراب لتقديم العلاج له، أيضا منعت كافة المتواجدين عند الحاجز من بينهم الصحفيين من التواجد هناك بإطلاق قنابل الصوت باتجاههم، ومن ثم جرى نقل جثمان الشهيد عبر إسعاف إسرائيلي ونقله إلى جهة غير معلومة. أريد أن أشير أيضا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي عادت وفتحت الحاجز في كلا الاتجاهين أمام المركبات فقط وليس أمام المشاة، وهناك أزمة خانقة عند الحاجز حاليا. سارة، أريد أن أشير أيضا بشكل سريع إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 6 شهداء على حاجز قلندي، أذكر من بينهم الشقيقان أنس ومرام طه، فيما ارتفع عدد الشهداء بشكل كلي منذ العام الماضي إلى 265 شهيدا مع شهيد اليوم. سارة، أشكرك جزيل الشكر يارا العملة، مراسلتنا كنت معنا من رام الله. تجري الاستعدادات لانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله نهاية الشهر الجاري، ويأتي المؤتمر هذا العام وسط خلافات وانقسامات تشهدها الحركة. التقرير التالي يعرض أبرز أعمال المؤتمر وتأثير الانقسامات الداخلية على انعقاده. أسبوع واحد وتعقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مؤتمرها السابع، مؤتمر طال انتظاره بعد تأجيل لسنوات. مصادر داخل الحركة تتوقع إدخال تغييرات جذرية على هيكلية الحركة بانتخاب رؤساء للجنة المركزية والمجلس الثوري، فضلاً عن مناقشة قضايا عدة كالبرنامج السياسي للحركة وبرنامج البناء الوطني. من جانبها نفت حركة فتح ما أثير من شكوك داخل الأوساط الفتحوية بخصوص أسباب التعجيل بعقد المؤتمر، ولا سيما لجهة إبعاد مقربين من القيادة المفصول محمد دحلان. عقده ضرورة ملحة وطنية، ليس لإقصاء أحد. هذا المؤتمر انطلاق لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، حيث سنعقد المجلس الوطني في شهر ديسمبر القادم. ويرى محللون أن انعكاسات واسعة سيحدثها المؤتمر على الساحة الفلسطينية في ظل الانقسامات التي تعيشها الحركة. بعد المؤتمر أو خلال انتفاء المؤتمر ستتفجر الخلافات الداخلية، وربما يخرج عدد من قيادات حركة فتح، خاصة الذين لديهم علاقة مع النائب محمد دحلان، لتشكيل تيار أو حزب سياسي على هامش حركة فتح وخاصة في قطاع غزة. يذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر هذا العام مقدر ب 1400 شخص، خلافا للمؤتمر السادس في عام 2009 الذي بلغت نسبة مشاركة الأعضاء فيه أكثر من 2000 عضو من الضفة وغزة والشتات. ينتظر الفلسطينيون مؤتمر حركة فتح السابع الذي ينعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها الحركة، الأمر الذي يجعل منه شأنا فلسطينيا عاما وليس مجرد مؤتمر لحزب سياسي. يارا العملة، التلفزيون العربي، رام الله. ونشرتنا متواصلة من التلفزيون العربي وفيها بعد الفاصل. المقاومة الشعبية تحرز مزيدا من التقدم في تعز. أهلا بكم من جديد. سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على منطقة عزلة الأقرود التابعة لمديرية المصراخ في محافظة تعز جنوبي اليمن، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة جبل هام بالكامل غربي تعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات الصالح سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين. هذا وشهدت الجبهة الشرقية في تعز معارك عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية. من جهة أخرى قتل رجل وزوجته وأصيب 5 مدنيين من أسرة واحدة بجروح في منطقة الضباب غربية تعز إثر تعرضها لقصف من قبل الحوثيين. الآن إلى متابعة آخر الأخبار الاقتصادية.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه سيعمل على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية في أول يوم من تسلمه الرئاسة، وأضاف أنه سيوجه وزارة العمل للتحقيق في إساءة استغلال برامج التأشيرة ويلغي بعض القيود على إنتاج الطاقة بما في ذلك النفط والغاز الصخريين والفحم. خلصت دراسة أجراها بنك كريدي سويس للثروة العالمية أن حجم الثروة في بريطانيا انخفض 1.5 تريليون دولار عند حسابها بالعملة الأمريكية، وذلك نتيجة هبوط قيمة الاسترليني منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي نحو 16% مقابل الدولار، ما يعني انخفاضا حادا لقيمة الثروة في بريطانيا بالدولار. صعدت أسعار النفط اليوم لأعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول مع أخذ الأسواق في حساباتها خفضا متوقعا للإنتاج تقوده منظمة أوبك، لكن محللين حذروا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج قد يؤدي إلى تفاقم تخمة المعروض بحلول أوائل عام 2017. وقفزت العقود الآجلة لمزيج برنت إلى 49 دولارا و63 سنتا للبرميل بزيادة 1.5% عن سعر آخر تسوية لتسجل أعلى مستوى منذ 31 من أكتوبر تشرين الأول من العام الحالي. ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات متقلبة اليوم لتغلق على صعود اليوم الخامس على التوالي، في حين كان للزلزال القوي الذي ضرب شمالي اليابان في الساعات المبكرة من صباح اليوم أثر محدود في السوق، فقد ارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية 0.3%، وكذلك الحال مع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ومؤشر جي بي إكس نيكي 400. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي اليابان، ما أدى إلى حدوث تسونامي قرب محطة فوكوشيما النووية. حذرت السلطات من حدوث أمواج مد عالية في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما، وحثت السكان في المناطق الساحلية على الانتقال إلى أماكن أكثر ارتفاعاً. يذكر أن زلزالا بقوة 9 درجات ضرب المنطقة نفسها عام 2014 وأسفر عن أمواج تسونامي ومقتل أكثر من 18,000 شخص، كما تسبب في وقوع أسوأ حادث نووي بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. الآن إلى إطلالة سريعة على أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 8 مواجهات في حساب الجولة 5 من المسابقة، وتعد هذه الجولة بمثابة الفرصة الأخيرة للبعض وصراع على مراكز الصدارة وحسم بطاقة التأهل إلى دور 16 لباقي الفرق. وفي أبرز مباريات الليلة يرحل ريال مدريد الإسباني لمواجهة سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف حسم التأهل إلى دور 16 والحفاظ على أماله في حسم صدارة المجموعة السادسة. أما في المجموعة الثامنة فسيستضيف المتألق إشبيليا الإسباني نظيره يوفنتوس بطل إيطاليا في لقاء يبحث الفريقان فيه عن حسم التأهل إلى الدور المقبل. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن إقالة الألماني يورغن كلينزمان من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، وجاءت إقالة كلينزمان بعد هزيمة الولايات المتحدة في جولتين متتاليتين من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وكان كلينزمان يرتبط بعقد مع المنتخب الأمريكي حتى كأس العالم المقبل، ولكن تم التعجيل بإقالته بعد هزيمة الفريق أمام ضيفي المكسيكي بهدفين لهدف في 11 من الشهر الجاري، ثم الخسارة أمام كوستاريكا برباعية نظيفة بعدها بأربعة أيام. هذا وتولى كلينزمان تدريب المنتخب الأمريكي في 2011 خلفا لبوب برادلي. يستضيف الإسماعيلي اليوم نظيره الزمالك في لقاء مرتقب ضمن الجولة 10 من الدوري المصري، ويأمل الزمالك الذي يحتل المركز 7 في استغلال الوضع الصعب للدراويش وتحقيق الفوز لتصحيح مساره والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة، إلا أن قائمة القلعة البيضاء تشهد غياب العديد من اللاعبين بداعي الإصابة على رأسهم علي جبر ومحمد توفيق وإسلام جمال.
ختام جولتنا الرياضية مع هذه اللقطات التي تظهر المغني الكندي الشاب جاستن بيبر وهو يشارك مران نادي برشلونة الإسباني. وارتدى بيبر ملابس تدريبات الفريق الكتالوني وقام بتمرير بعض الكرات مع البرازيلي نيمار الذي كان قد التقى به في الولايات المتحدة الصيف الماضي. احتفل مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد السيدة فيروز 81. المغردون تفاعلوا عبر وسم من قلبي سلام لفيروز بأكثر من 21 مليون تغريدة، تخليدا لإرثها الفني الذي ترك بصمة كبيرة في وجدان كل محب للغناء العربي. من قلبي سلام لفيروز هو عنوان هاشتاك تجاوز 21 مليون تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك احتفالا بعيد ميلاد المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز. الواحد والعشرون من نوفمبر تشرين الثاني يصادف العيد 81 للسيدة فيروز، مناسبة احتفلت فيها الجماهير العربية التي نشأت على سماع أمنيات بالصحة وطول العمر للفنانة الكبيرة التي غنت للحب والسلام والطفولة، غنت للإنسان ولذكريات الفرح والأحزان. الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش قال عنها: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. في مقال الراحل نزار قباني: قصيدتي بصوتها اكتست حلة أخرى من الشعر. واحد وثمانون عاما من العطاء ومن الأغاني والمسرحيات الهادفة جعلت من صوت فيروز الشعر والموسيقى ومنارة لسماع آهات وعذابات الناس والعاشقين، وكأنهم يقولون لها: شكرا لك، شكرا لعطائك. ذكرونا ذكرونا ضلوا وبهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.